الحفاظ على الوثائق بكل أنواعها أرشيف يسجل تاريخ الأمم والدول، لأنه ذاكرة وسجل لا يقدر بثمن. وبهذا يحتفي العالم باليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف 9 يونيو من كل عام، باعتبار الأرشيف الحاضن الحقيقي لذاكرة الوطن والوجهة المثلى في توثيق الماضي وتدوين الحاضر بجمع الوثائق التاريخية من الجهات الرسمية في الدولة وحفظها في المكان الأنسب. وتزامناً مع هذا الحدث، نظم معهد الشارقة للتراث صباح اليوم ندوة بعنوان أنت الأرشيف. تخللت الندوة أوراق عمل حول مجالات الأرشيف والمبادرات التي تقوم بها، مرتكزين على موضوعات ذات قيمة في مجال الأرشفة والتجارب القائمة عليها كونها مسؤولية فردية ومؤسسية في حفظ الذاكرة الوطنية. اليوم العالمي للأرشيف حدث هام في خريطة فعاليات إمارة الشارقة، احتفاءً بذاكرة الوطن وتوثيقاً لتاريخه الأصيل بكل مكنوناته.